بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في اول يوم في اول كورس من الكورسات اللي بتنظمها مجموعه الالكتروفيسيولوجي في اسم القلب في جامعه عين شمس. احنا عاملين الحقيقه كذا كورس، كورس للبيزك اي بي، كورس للاي سي دي، كورس للسي ار تي. النهارده اول كورس على البيس ميكر. هنتكلم على البيس ميكر خلال يومين، هناخد 8 محاضرات، أربعة النهاردة وأربعة بكرة إن شاء الله. النهاردة هنتكلم على الـ Basic Principles of Pacing. بعد كده هنتكلم على الـ Dual Chamber Pacing والـ Dual Chamber Concepts والـ Modes بتاعت الـ Dual Chamber Pacing. بعد كده هنتكلم على الـ Advanced Features بتاعت الـ Pacemakers، سواء كان Hysteresis، سواء كان Automaticity، سواء كان Mode Switching، كل الـ Options اللي هي الـ Advanced اللي في الـ Pacemaker هنتكلم عنها. وبعد كده هنتكلم على الانديكيشنز. دكتور عماد عفت هيتكلم على الانديكيشنز اوف بيس ميكر اكوردنج تو ذا ريسنت جايدلاينز. اوكي، البيس ميكر لما احنا بنركب البيس ميكرز بيبقى عباره عن باتري بتتحط في السبكليفين اريا او في البيكتورال اريا، عباره عن بطاريه وليد سلك. الباتري بتبقى في البيكتورال اريا وبيتوصل بليد، الليد ده بيخش عن طريق السبكليفيان فين بيوصل لغايه الهارت. عاده لو هو سنجل تشامبر بيس ميكر، السنجل ليد اللي بيتركب بيتحط في الار في. جرت العاده ان هو يبقى في الار في ايبكس، لكن دلوقتي ابتدى يبقى فيه تركيب للليد ده في ار في في السبتم او في الار في او تي. في ناس بتركب في السبتم نفسه وفي ناس بتركب لسه في الار في ايبكس. طيب ايه الكومبوننتس اوف ذا بيس ميكر او اني بيرمننت بيس ميكر كومبوننتس؟ عباره عن باتري وعباره عن ليد. الباتري فيها كومبلكس سيركتري. كومبلكس سيركتري دي هي المسؤوله عن الديسشارج بتاع الالكتريستي. الموست كومن دلوقتي ان احنا بنركب حاجه اسمها اللي هي الليثيوم ايودين او ليثيوم ايودين باتري. هو ده الموست بوبولار تايب اوف بيس ميكرز اللي بيتركب دلوقتي. بيدي باتري لونجيفيتي للبيس ميكر. ات از ذا ليست توكسيك من حيث الرياكشنز اللي بتحصل جوه البطاريه، فهي بتبقى اقل الاضرار وفي نفس الوقت اطول لونجيفيتي للباتري. دي الكومبلكس سيركتري اللي موجوده. ده بطاريه متركبه في بيس لبيشنت، وده صوره راديوجرافيك. زي ما انتم شايفين في زي ريزيستورز صغيرين وتوصيلات كده، زي مثلا اي راديو او اي حاجه لما تفتحوه بتشوفوا الريزيستورز الصغيرين دول بتبقى جوه الباتري. اللي يهمني في الباتري كمان اللي هو الكونكتور هيدر. ده الهيدر اللي عن طريقه بيتوصل الليد للبطاريه. ده بالنسبه للهاردوير الاولاني اللي هو البطاريه. وزي ما انتم شايفين في انواع كتيره قوي، في اشكال كتيره قوي للبطاريه. حتى يعني في شركه من الشركات عامله باتري مخصوص للاطفال اللي هي المايكروني دي، بتبقى حجمها صغير. لو تاخدوا بالكم الحجم بتاعها صغير بالنسبه لايد الصباع، يعني صغيره جدا، حجمها صغير جدا. ده بتبقى مخصصه للاطفال اللي بيركبوا بيس ميكرز، وهنعرف الانديكيشنز اوف بيس ميكرز في الاطفال ايه. لما اجي اعمل بروجرامينج واشوف الباتري يهمني قوي ان انا اعرف الفولتج بتاع الباتري. الماكسيمم فولتج في اي بيس ميكر متركب جديد 2.8 فولت. الفولتج انفورميشن از بروفايدد على البروجرامر. وانا بعمل بروجرامينج في اوقات كتيره قوي البروجرامر يقول لي البيس ميكر ده فاضل له قد ايه، يعني ريميننج لونجيفيتي مثلا 7 سنين. وده بيعتمد على حاجات كتيره قوي، بناء على البيسنج بتاع البطاريه. البطاريه بتبيس قد ايه؟ هل البيشنت معتمد على البطاريه ولا عنده انترنسيك ريزم فبيوفر في البطاريه شويه؟ البيسنج اوتبوتس، هل البيشنت انا بدي بيسنج بدي جهد عالي ولا بدي بيسنج قليل؟ وليد امبيدنس نفسه. ده مثال للبروجرامينج. وهنا هو بيقول لي الريميننج لونجيفيتي بتاعت البيشنت ده للبطاريه دي من 7 ل10 سنين ونص. في اكسبريشنز مهمه بنحب نعرفها في البطاريه. بي او ال يعني بيجيننج اوف لايف، ده معناه ان البطاريه لسه جديده. لما نلاقي الفولتج بتاعها حوالي 2.8 فولت ده معنى كده ان البطاريه لسه جديده
ودي كده this is the beginning of life. في حاجة اسمها elective replacement indicator اللي هي ERI. ERI معناها ان البطارية لسه شغالة لكن الفولتج بتاعها قل تقريبا من 2.1 ل 2.4. البيس ميكر شغال ولكن قارب على الانتهاء، يعني يجب ان يتم تغيير البطارية within ال 3 months اللي جايين، لكن البيس ميكر شغال. ده اللي هو الاي ار اي اللي هو الالكتيف ريبليسمنت انديكيتور. في حاجة تانية اسمها الاي او ال اللي هو الاند اوف لايف. اند اوف لايف يعني البطارية ما بقتش شغالة والفولتج بقى اقل من 2.1، ده ايمرجنسي ان انا لازم اغير البطارية والا هيحصل مشكلة ان البيشنت ما بقاش دلوقتي بيست بالبيس ميكر. طيب بالنسبة للليدز، احنا قلنا البيس ميكر باتري وليد. الليد بيس ميكر ليدز are more than simple wires. They are complex and highly engineered devices that consists of many components. الليدز حصل فيها تطور قوي جدا. الاول كان في حاجة اسمها يوني بولر ليد، بعد كده بقى في باي بولر ليد، وبقى الفيكسيشن بقى مختلف. كان في حاجة اسمها passive fixation ودلوقتي في active fixation. ففي السايز برضو بتاع الليد، الثيكنس بتاع الليد، الانسوليشن، الحاجات دي كلها بتتطور تطور قوي جدا تساعدنا على ان احنا نعمل ريلايبل بيسنج وفي نفس الوقت نقلل الكومبليكيشنز من البيسنج. الليد عبارة عن ايه؟ عبارة عن كوندكتور كويلز. الكوندكتور كويلز دي لفة ثرو ذا ليد من اوله لاخره، وبيبقى حواليها layer of insulation، وهنقول الانسوليشن ده ايه فايدته. كوندكتور كويلز وحواليها انسوليشن، layer of insulation، ده الجزء اللي بيتركب جوه الباتري اللي هو اسمه الكونكتور. ده برضو هنتكلم عنه بالتفصيل. وفي الجزء اللي هو البيسنج او اللي هو اللي بيبقى انسيرتد جوه المايوكارديوم، في منه اللي هو اليونيبولر ومنه البايبولر وهنشرحه دلوقتي. دي اجزاء الليد. ده النوع اللي هو الباسيف ليد فيكسيشن اللي هو بيعتمد على ان في زي تاينز او هوكس موجودين في التيب بتاع الليد. احنا لما بندخل الليد بنحطه في الار في، الار في احنا عارفين ان هو ترابيكوليتد وفي ترابيكولا كتير، فمجرد ان احنا ندخل الليد يدخل بحيث ان الهوكس دي تشبك في المايوكارديال ترابيكولي، يجي نسحبه خلاص هو بيثبت كده بس بيفضل في مكان. ده اللي هو الباسيف فيكسيشن. بيحصل حواليه فايبروزز بعد كده، والفايبروزز ده بيحاول بيبقى بيثبت الليد بعد كده. ده نوع من الفيكسيشن، ده عاده في الار في ليدز بنحطه. لكن ساعات بنحتاج الاكتيف فيكسيشن اللي هو ان الاند بتاع الليد بيبقى بلانت زي ما انتم شايفين كده، وبيطلع منه سكرو انا بطلعه بعد ما بدخل الليد، بلف السكرو من بره وهو بيلف جوه، بيخش جوه المايوكارديوم او بيخش جوه السيرفيس الشامبر اللي انا الوول اللي انا بركب عليه الليد بحيث انه يثبته. عاده ده بنحتاجه في الاتري ليدز، بنحتاجه في الحالات بتاعه الاي سي دي ليدز، لان الاي سي دي ليدز برضو از ا بريشس ليد، فبنستخدم فيه السكرو ان ليد. ميزه الاكتيف فيكسيشن في حاجة، ان الاكتف فيكسيشن بالنسبة لي اسهل في ليد اكستراكشن. لو بيشنت انا مركب له وبعد فترة حصل مشكلة واستدعت ان انا اعمل ليد اكستراكشن، الاكتف فيكسيشن اسهل. ليه؟ لان انا بمنتهى البساطة هلف السكرو ده لجوه تاني وهسحب، كمية الفايبروزز مش كتيرة. غير لو في الباسيف فيكسيشن، الباسيف فيكسيشن هوكس عليها فايبروزز هتبقى صعبة جدا في الاكستراكشن. ففي برضو اتجاه ان حتى السيمبل بيس ميكرز الفي في اي العادي خالص، في ناس بتحب تركب الاكتيف فيكسيشن تحسبا لو لقدام يعني كان في انديكيشن لليد اكستراكشن او حاجه. التكنولوجي الجديده طبعا اللي موجوده في ليدز اللي هي ستيرويد اليوتنج الكترودز. التيب بتاع الليد بيبقى عليه ستيرويدز، بتبقى ديفيوزد انتو ذا مايوكارديوم. الستيرويدز بتقلل الاماونت اوف انفلاميشن وفايبروزز. طيب انا هستفيد بان انا اقلل الانفلاميشن ايه؟ الانفلاميشن والفايبروزز بيزودوا لي البيسنج ثريشولد
في فتره من الفترات اللي هي بعد التركيب على طول. فده بيساعدني على ان البيسنج ثريشولد ما يزيدش قوي في الفتره الاولانيه من التركيب. الليد انسوليشن، وده اهم حاجه في الليد. الانسوليشن بيمنع الالكتريكال شورتنج اوف ذا كوندكتور كويلز ويذين ذا ليد، ان هي ما تقصرش. تاني حاجه بتمنع الستيميوليشن اوف ذا تيشوز اذر ذان ذا هارت. انا الليد من اول من اول البطاريه في السبكليفيان فين لغايه الهارت انا ماشي في تيشوز كتير قوي، فالانسوليشن بيمنع ان الكهرباء دي تطلع في حته تانيه، ان هي تطلع بس في الحته اللي انا عايز اعمل لها بيسنج في الهارت. وتالت حاجه طبعا ان هي بتساعدني في الانسوليشن، بيساعدني في ان انا ادخل الليد سهل، سموث باسج اوف ذا ليد انتو ذا فين. لو حصل فيلير اوف انسوليشن بيحصل مشاكل، ولو حصل مشكله في الليد نفسه بيحصل منها مشاكل هنقولها. الجزء الثاني بقى من الليد، الطرف الثاني اللي بيتركب في الباتري اسمه الكونكتور. This is the portion of the lead that connects it to the pacemaker battery. كان زمان اتعمل منها كذا شكل وكذا موديل، وكان بتبقى مشكله ان احنا لازم نركب البطاريه بتاعت شركه يبقى لازم نركب الليد بتاعت نفس الشركه. دلوقتي كل الشركات بقت تصنع الكونكتورز كلها موحده، حاجه انترناشونال اسمها الانترناشونال ستاندرد ISO 1. ده في كل الليدز في كل البطاريات. معنى كده ان انا ممكن اركب بطاريه من نوع واركب الليد من نوع تاني، مفيش اي ريستريكشن اركب اي بطاريه على اي ليد دلوقتي، لان كلهم كونكتورز واحده. زمان كان غير كده. فالاي اس 1 ده يونيفرسال كونكتور لكل البيس ميكرز، البيس ميكرز وليس الاي سي ديز، البيس ميكرز بس. طيب لما نيجي نختبر الليد بنختبر حاجه اسمها الليد امبيدنس، زي ما اختبرنا البطاريه وشفنا الباتري فولتج بتاعتها وشفنا الستيتس بتاعتها، الليد برضو كهاردوير بنختبر حاجه اسمها الليد امبيدنس. ايه الليد امبيدنس؟ الليد امبيدنس هي مقاومه التيار اللي بيحصل through conduction of electricity. Lead impedance can warn you of a lead insulation failure أو lead conductor fracture. لو أنا بركب pacemaker وأنا في وسط التركيب ولقيت مشكلة في lead impedance، إذن أنا الرابطة بتاعتي مش مظبوطة. إيه الرابطة بتاعتي؟ اللي هي التثبيت بتاعت lead في البطارية. في زي مسمار كده أنا بثبته في البطارية. هتشوفوها دي في الimplantation بكرة. لو الامبيدنس مش مظبوطه وانا بركب، اذا في مشكله في التربيط. طيب الليد امبيدنس نورمالي من كام لكام؟ من 300 ل 1000 اوم، وهنعرف الاوم دي جت منين. ده بالنسبه للليدز العاديه، البيس ميكرز العاديه. بالنسبه للاي سي دي ليدز في حاجه اسمها الهاي فولتج ليدز، دي ليها امبيدنس ثانيه هنعرفها في الكورس بتاع الاي سي دي. طيب ايه المشاكل اللي ممكن تحصل، او ايه الابنورماليتيز اللي ممكن تحصل في الليد امبيدنس؟ لو لقينا الامبيدنس اقل من 250، اذا ده انسوليشن ديفكت. يعني ايه؟ يعني طبقه الانسوليشن اللي موجوده حوالين الليد حصل فيها ديفكت، يا اما اتجرحت يا اما اتقطعت. طيب لو لقينا الامبيدنس اكتر من 1000، يبقى معنى كده ان في حاجه اسمها ليد فراكشر. يعني ايه ليد فراكشر؟ يعني زي ما انتم شايفين كده الكويلز، ادي منظر الليد الانسوليشن ديفكت. لو حصل جرح او اتقطع الانسوليشن اللي بره الليد اللي حوالين الكوندكتور كويلز، فده هيخلي الامبيدنس قليله تقل عن 250. لو حصل ان الليد نفسه سليم من بره، الانسوليشن سليم من بره، لكن حصل قطع في الكويلز نفسها، فده اسمه ليد فراكشر. والليد فراكشر ده يؤدي الى ان الامبيدنس تزيد عن 1000، ساعات نخليها 2000 2000 ونص، المهم بنلاقي الامبيدنس عاليه. وهي دي المشاكل الابنورماليتيز الاثنين، الديفرنشال دايجنوست بتاع الابنورماليتيز في الامبيدنس، يا اما قليله يا اما عاليه. طيب بالنسبه للليدز، كان زمان برضو كان في حاجه اسمها اليوني بولر ليد، بس ما كانش في حاجه تانية غير ان هو يبقى يوني بولر. يعني ايه يوني بولر؟ يعني اي الكتريستي بيبقى ليها بوزيتيف بول ونيجاتيف بول. في اليوني بولر مود كان الانود بيبقى في البطاريه نفسها، في الكان نفسها، يعني هنا اهو في البيكتورال اريا، والكاثود او النيجاتيف بول بيبقى على طرف الليد. فمعنى كده ان الالكتريستي بتعدي ثرو اول ذس جورني،
من اول البطاريه لغايه مكان الانسرت ليد. طب الباي بولر، لا الباي بولر قصه مختلفه، ان الانود والكاثود الاثنين مع بعض على طرف الليد. يعني ايه؟ يعني زي ما انتم شايفين في هنا الكترود تيب والكترود رينج، هنا الكاثود وهنا الانود. فالالكتريستي في البيسنج مش بتعدي كل ده، ده اليوني بولر. الالكتريستي بتعدي كارنت ثرو ذا بودي وبترجع تاني ثرو ذا ليد او العكس. لكن الالكتريستي في الباي بولر بيسنج بتعدي من الحته دي بس بره الجسم، لكن كل الرحله بتاعت الالكتريستي من البطاريه لغايه التيب بتاع البيسنج ماشي جوه الليد من جوه، مفيش كهرباء بتعدي من بره خالص. الباي بولر واليوني بولر ده بيطبق على الاثنين فانكشنز اللي انا عايزهم. البيس ميكر، بيس ميكر بيسنس وبيبيس، هم دول الاثنين فانكشنز اللي انا عايزهم في البيس ميكر. البولاريتي بتبقى في السنسنج وبتبقى في البيسنج. يعني انا ممكن اعمل يوني بولر سنسنج ويوني بولر بيسنج، ممكن اعمل باي بولر سنسنج وباي بولر بيسنج، وممكن اعمل باي بولر سنسنج ويوني بولر بيسنج. يعني هما منفصلين عن بعض، مش معنى ان انا عامل باي بولر في السنسنج يبقى لازم او مجبر ان انا اعمل باي بولر في البيسنج، لا انا ليا الاوبشنز وبالبروجرامينج ممكن اعمل اي حاجه انا عايز اعملها. طيب اليوني بولر هو ابسط كالكتريستي وكمود اوف بيسنج، هو سمبلر، ومستو ان انا البيسنج ارتيفاكت بشوفها. يعني ايه؟ يعني انا لما بشوف سيرفيس اي سي جي على اليوني بولر بيسنج، الارتيفاكت بتاعت البيسنج كبيره واضحه قدامي واقدر اشوفها سهل. ليه؟ لان الكهرباء ماشيه واخده رحله من اول البطاريه لغايه طرف الليد، فعلى السيرفيس اي سي جي بتبان سهله قوي عندي. على عكس الباي بولر، الباي بولر البيسنج ارتيفاكت بتاعته صغيره قوي، لان الكهرباء بتطلع بره في الجسم حته صغيره قوي اللي هي ما بين التيب والرينج على طرف الليد في الاخر. ولكن الباي بولر از مور ريلايبل كبيسنج، لان الباي بولر اقل عرضه للانترفيرنس، اقل عرضه لان يحصل سكيلتال ماسل اكتيفيتي انترفيرنس، لان الحته صغيره، الجزء اللي بيمشي فيه الكهرباء حته صغيره اللي هي الاكسبوزد حته صغيره، فمعنى كده ان الانترفيرنس مش هيأثر فيه جامد، او فرص الانترفيرنس هتبقى قليله، سواء كانت نتيجه سكيلتال ماسل اكتيفيتي، سواء كان الكترومغنتيك انترفيرنس. بالنسبه لليوني بولر، الباي بولر ماتش مور ريزيستنت. لكن عيب الباي بولر ان احنا ما بنشوفش البيسنج سبايك بتاعته. زي ما انتم شايفين هنا، ادي اليوني بولر بيسنج، وادي زي ما احنا شايفين البيس ميكر سبايك كبير قد ايه بيبقى قبل كومبلكس، وده منظر عمر ما اي حد يخطئه. في حين ان الباي بولر بيسنج السبايك بتاعته صغيره جدا، وفي اوقات كتير قوي ما بنشوفهاش على السيرفيس اي سي جي، ففي ناس ممكن بتتخدع وما تعرفش العيان ده اصلا اسبيست اصلا. لكن الباي بولر مور ريلايبل كبيسنج. طيب انا كفانكشن من البيس ميكر عايزه يعمل حاجتين، عايزه يحس وعايزه يبيس. يحس ايه ويبيس ايه؟ هنتكلم مع بعض دلوقتي. هنتكلم على اول فانكشن اللي هو السنسنج. البيس ميكر does not sense a surface ECG. البيس ميكر بيسنس potential difference ما بين مكانين، ده اي سنسنج. وقلنا لو هو يوني بولر يبقى ما بين البيس ميكر كان او الباتري والتيب، ولو باي بولر هيبقى ما بين الديستال تيب والبروكسيمال تيب. طيب هو عنده اتنين بوزيتيف ونيجاتيف، بيحس الفرق ما بينهم. هو بيحس الفرق ما بينهم، بيحس الفرق ما بين اتنين بولز، وهو ده اللي بيتسمى الانتراكاردييك الكتروجرام او الاي جي ام. يبقى البيس ميكر لما بيحس حاجه وبيطلع تشانل انتراكاردييك من البيس ميكر بتسميها اي جي ام او الانتراكاردييك الكتروجرام. Sensing is the ability of the device to detect an intrinsic beat of the heart. يعني قدرة البيس ميكر على انه يحس ضربة طالعة من الهارت نفسه، intrinsic beat. يعني انا لو الهارت ضرب ضربة والبيس ميكر حسها، اذا هو بيسنس. بيسنس ايه؟ بيسنس الشيمبر اللي هو فيه.
لو الليد في الفنتريكل يبقى هيحس ار ويف، لو الليد في الاتريوم هيحس بي ويف. كل ما الار ويف تبقى كبيره او البي ويف تبقى كبيره او الويف اللي انا عايز احسها تبقى كبيره، كل ما سهل على الجهاز ان هو يحس، وبناء عليه هظبط السنسيتيفيتي بتاعت الجهاز. في حاجه اسمها سنسنج وفي حاجه اسمها سنسيتيفيتي. السنسنج هي قدره البيس ميكر على انه يحس انترنسيك بيت بتاعت الهارت. السنسيتيفيتي دي حاجه انا بظبطها في الجهاز، بقول له يا بيس ميكر حس بفولتج معين. ايه الفولتج ده؟ اللي هو المينيمم لوكال اي جي ام امبليتيود ذات ذا بيس ميكر كان ريكوجنايز از افنتريكولر او اتريال ديبولاريزيشن. يبقى انا بشوف السنسنج بتاعه وبظبط السنسيتيفيتي. ايه احسن سنسيتيفيتي؟ يعني انا بظبط السنسيتيفيتي بناء على ايه؟ احسن حاجه ايه؟ بظبط السنسيتيفيتي بناء على انا عايز البيس ميكر يحس ايه؟ هل يحس ار ويف وبي ويف بس ولا عايزه يحس اي حاجه؟ هل لو في فيبريليشن ويفز عايزه يحسها؟ انا عايزه يحس الويفز الكبيره. ده المنظر على البروجرامر لما بيبقى يحصل بيسنج، بتبقى فيه العلامه دي وبيحط لي الحروف دي في بي يعني فينتريكولر بيسنج، في اس يعني فينتريكولر سنسنج. يعني لو لقيت الفي اس دي يبقى معناه ان هو بيحس الفينتريكل. اول علامات دي في بي او في اس. في سيستم تاني يحط العلامه دي ويحط في يعني فينتريكولر بيس. لو بيحط العلامه دي وحط ار يبقى دي الار ويف. طيب سنسنج ثريشولد ده برضو ديفينيشن. ايه سنسنج ثريشولد؟ دي حاجه بتتقاس بالبروجرامر. ذا مينيمم سيجنال سايز ريكوايرد تو انهبيت ذا بيس ميكر. يعني ايه؟ يعني دلوقتي البيس ميكر المفروض انه بيضرب بيس، وفي وقت من الاوقات حس انترنسيك بيت جاي من الهارت، فلما حس البيت ما ضربش. دي سنسنج ثريشولد اللي هو المينيمم سيجنال اللي تخلي البيس ميكر ما يضربش. If pacing as the at the programmed lower rate, the rate should be decreased to determine the status of the patient's underlying conduction. ده بقى في قياس السنسنج. احنا هنتكلم دلوقتي على ازاي نقيس السنسنج وازاي نظبط السنسيتيفيتي. ازاي نقيس السنسنج؟ اول حاجه لازم قبل اي حاجه في البروجرامنج لازم نقول للعين احنا هنعمل ايه. تاني حاجه، انا مثلا البيس ميكر بتاعي اصلا بيضرب على ريت 60، فلازم اقلل الريت بقدر الامكان عشان لو في عنده انترنسيك ايفنت تبان تظهر. ما انا لو 60 وهو بيبيس على ريت 40 انا مش هيشوف. لازم اقل عن البيسنج ريت بتاعه والانترنسيك بتاعه عشان يبان. وهبتدي اقول له ايه؟ يا بيس ميكر حس على نص ميلي فولت. يعني ايه حس على نص ميلي فولت؟ يعني اي حاجه فوق النص ميلي فولت حسها، فهيحس. ازود خليها 1 ميلي فولت، حاسس؟ اه حاسس. طب لما يبقى حاسس هيعمل ايه؟ مش هيضرب، مش هيدي بيسنج لانه حاسس. 2 ميلي فولت حاسس، 3 ميلي فولت حاسس، 4 ميلي فولت ما حسش فضرب. 4 ميلي فولت مثلا ما شافش فضرب، ادى بيسنج سبايك على الرغم من ان في بي ويف وار ويف بس هو ما حسهاش. يبقى انا ظبطت سنسنج اعلى من الامبليتيود بتاع الويف اللي انا عايز احسها. فيبقى انا اخر حاجه حسيتها ايه؟ 3. يبقى هو 3 ده هو الايه؟ السنسنج ثريشولد، هو 3 ده. بناء عليه هظبط السنسيتيفيتي. يعني ايه سنسيتيفيتي؟ يعني الحاجه اللي عايز البيس ميكر يشوفها. انا عايز البيس ميكر يشوف ايه؟ يشوف ار ويف. طب الار ويف بتتحس لغايه 4 مثلا، فانا هظبط على 3 عشان يشوف الار ويف. هظبط السنسيتيفيتي على 3. طبعا الارقام دي مش مظبوطه، الار ويف ساعات بتوصل ل 8 و9 يعني عادي، ساعات بتوصل ل 13. البي ويف الامبليتود بتاعها صغير، ف
فالسنسيتيفيتي هظبطها على رقم اقل، يعني ممكن البي ويف دي ما تتشافش غير على 2 لغايه 2 بس، بعد 2 ما تتشافش. فانا بظبط مثلا السنسيتيفيتي على 1.5 او 2. ده مثال للبروجرامينج والار ويف سنسنج. وزي ما احنا شايفين انا بقيس الار ويف امبليتيود بلاقيه مثلا من 13 ل 14.5، فده هيبقى مريحني، ده هيشوف يعني لو ظبطت السنسيتيفيتي على 5 هيشوف اي حاجه. طيب هل السنسيتيفيتي ممكن يحصل منها مشاكل؟ طبعا ممكن يحصل منها مشاكل. لو انا خليت السنسيتيفيتي تو هاي، وكلمه سنسيتيفيتي تو هاي دي تخدع. سنسيتيفيتي تو هاي يعني الرقم هاي مش انه سنسيتيف، وتفرق لان دي بتلخبط كتير قوي، وياما ياما اتكلمنا في موضوع السنسيتيفيتي ده وتلخبطنا وغلطنا واحنا نواب. لما اقول سنسيتيفيتي تو هاي يبقى الرقم عالي، يبقى هو هيشوف العالي بس. يعني مثلا هظبطه على ان السنسيتيفيتي تبقى 8 ملي فولت، يبقى هو مش هيشوف اللي تحت ال 8. يبقى معنى كده ان لو في اتريال او فنتريكولر اكتيفيتي مش هيشوفها، وهي موجوده مش هيشوفها مش هيحسها، فهيضرب هيدي بيسنج، هيدي بيسنج على الرغم من ان في انترنسيك اكتيفيتي لكن هيدي بيسنج لانه مش شايفها، فما ينفعش ازود قوي السنسيتيفيتي. السنسيتيفيتي ان انا ظبط، لا مش السنسنج ثرش، ان انا ظبط السنسيتيفيتي على رقم عالي اللي هو انا هوريك الصوره دلوقتي بتاعتها اللي هو ده. انا مثلا في كومبلكس الامبليتيود بتاعه 5 ملي فولت، وانا ظابط السنسيتيفيتي على 4 ملي فولت، هيشوفها؟ اه هيشوفها، البيت دي هتتشاف. لكن لو في كومبلكس الامبليتيود بتاعه 3 ملي فولت مش هيشوفه. دي السنسيتيفيتي، ان انا ان ظابط السنسيتيفيتي على رقم عالي، يبقى دي كده سنسيتيفيتي عاليه، فهيعمل بيسنج على الرغم ما هو ما شافش. هو وظيفته ان هو البيس ميكر يشوف ويحس، طالما حاسس مش هيدي بيسنج. لو هو ما شافش هيضرب هو، ودي وظيفه البيس ميكر انه يضرب انه يعمل بيسنج. فهو ما شافش صحيح اه فيه، لكن هو ما شافهاش فهيضرب، وده غلط. في مشكله تانية بقى اللي هو ان احنا نظبط السنسيتيفيتي تو لو، فيعمل مش اندر سنسنج بقى، يعمل اوفر سنسنج، يحس اي حاجه. لو في سكيلتال ماسل تويتشز يحسها، لو في تي ويف يحسها ويعتبرها كيو ار اس كومبلكس، ودي مشكله وحاجه مشهوره جدا اسمها التي ويف اوفر سنسنج، انه يحس الكومبلكس ويعده، وبعد كده بعد كيو ار اس كومبلكس في تي ويف فيحسها ويعدها ويعتبرها كيو ار اس كومبلكس، اسمها التي ويف اوفر سنسنج، ودي مشكله مشهوره جدا. ساعتها الحل ايه لما نلاقي تي ويف اوفر سنسنج؟ ان احنا نعلي سنسيتيفيتي، بدل ما تبقى السنسيتيفيتي مظبوطه مثلا على 1 نخليها 2 او 2.5. تمام؟ اه بالظبط. ما هو انا مثلا دلوقتي انا حسيت ار ويف وقستها لقيتها مثلا 8، وخلاص انا بدي نفسي سيفتي رينج وبظبط السنسيتيفيتي على 6 على 5 في الحدود دي. البي ويف عشان الامبليتيود بتاعها اصلا صغير فبظبط سنسيتيفيتي برضو صغير قوي، يعني مثلا البي ويف بالكاد ممكن توصل 2.5 3 عاده، ممكن يعني لما تتمعظم قوي تبقى 4، فانا بظبط اقل بيها اقل منها بشويه. لو وصلت مثلا 3 انا بظبط السنسيتيفيتي على 2. تمام؟ ده منظر الاوفر سنسنج. لو ان انا مثلا لو ظبطت السنسيتيفيتي على 2.5، 2.5 دي يعني هتشوف كل حاجه، هتشوف الكومبلكس وهتشوف التي ويف وهتشوف كل حاجه، ممكن لو تويتش الصغيره قوي هتشوفها، فده هيحصل مشكله في البيسنج لان هو كده هيبقى اوفر سنسنج. طيب ده بالنسبه للسنسنج. والكونفيوجن بتاع السنسيتيفيتي كلمه ان احنا نعلي السنسيتيفيتي، نعلي السنسيتيفيتي مش معناها ان هو يبقى مور سنسيتيف، لا، نعلي السنسيتيفيتي يعني نزود الرقم فبيبقى ما يشوفش. يعني the higher values are the less sensitive settings، وكل ما قلل الرقم كل ما يبقى مش حساس، يعني اللي هو يعني هي الكلام بس terminologies
بتلخبط. بس لما نقول higher sensitivity يبقى الرقم higher، الرقم عالي. sensitivity يعني هو مش هيشوف فوق كذا، لو قللنا الرقم يبقى هو هيشوف كل حاجة. السنسينج ثريشولد ده اللي هو احنا قلنا المينيمم، المينيمم سيجنال سايز ريكوير تو انهيبيت ذا بيس ميكر، ده السنسينج ثريشولد. ما هو انا بناء على السنسينج ثريشولد هظبط السنسيتيفيتي. يعني السنسينج ثريشولد اللي هو لما قلنا هفضل ازيد بالسنسيتيفيتي من نص بيحس، واحد بيحس، واحد ونص بيحس، اتنين بيحس، تلاتة بيحس، اربعة ما حسش، يبقى السنسينج ثريشولد تلاتة، يبقى انا اظبط السنسيتيفيتي على اتنين. تمام؟ يبقى بناء على السنسينج ثريشولد اللي هلاقيه اللي هو قياس الار ويف او قياس البي ويف هظبط انا السنسيتيفيتي. هقول له يا بيس ميكر الار ويف دي بتتشاف، يعني هي حجمها او بتتشاف 8 ملي فولت، فانت شوف من اول 6. هو ده ظبط السنسيتيفيتي. انا بقيس السنسينج ثريشولد وبناء عليه بظبط السنسيتيفيتي بتاعت البيس ميكر. اوكي؟ نيجي للفانكشن الثانيه بتاعه البيسنج. انا لما بطلع كهرباء او البطاريه بتطلع بيسنج بتدي كميه معينه من الكهرباء في وقت محدد. شحنه كهرباء بتتقاس بالفولت على مدار وقت معين اللي هو البلس ديوريشن او البلس ويث. يبقى لما انا اقول بيسنج بقول حاجتين ليها اتنين بارامترز، بيسنج اوتبوت او امبليتيود وبلس ديوريشن او بلس ويث. يبقى ما ينفعش اقول بيسنج على 3 فولت بس واسكت، لا. يبقى انا كده لو عرفت البيسنج يبقى انا كده كلامي مش كامل. لازم اقول بيسنج كام فولت على كام ملي سكند، يعني انا بدي الشحنه دي في وقت قد ايه. يبقى it is expressed in terms of voltage and pulse duration. طيب البيسنج ثريشولد، ايه الديفينيشن بتاع البيسنج ثريشولد؟ it is the smallest output voltage او shortest pulse duration required to initiate a depolarization wavefront. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو اديت بيسنج على 3 فولت عمل ديبولاريزيشن، لقط معايا وضرب. طب 2 ضرب. طب 1.5 ضرب. طب 1 ضرب. طب 0.7 ما ضربش. يبقى 1 هو البيسنج ثريشولد بتاعي. يبقى البيسنج ثريشولد هو اقل اوتبوت الجهاز بيطلعه، الاوتبوت ده يبقى قادر على انه يعمل فينتريكولار ديبولاريزيشن او الشامبر وات ايفر اللي انا بعمله بيسنج يحصل فيه ديبولاريزيشن، اقل اوتبوت. معلومه عشان تبقوا عارفينها، بعد التركيب بيبقى البيسنج، اول ما راكب البيسنج اوتبوت بيبقى كويس. في خلال اسبوعين لاربع اسابيع من التركيب زي ما قلنا بيحصل انفلاميشن وبيحصل اديمه في مكان الانسرشن سايت، فبيخلي البيسنج ثريشولد ده عالي. عادة ده بيريزول في خلال 6 اسابيع وبيرجع البيسنج ثريشولد طبيعي تاني. وهنا زي ما قلنا الستيرويد اليتوم ليدز بتقلل الانفلاميشن وبتقلل الفايبروز، فبيبقى ليها دور في حكاية البيسنج ثريشولد انه يعلى وينزل تاني. لما يعلى يعني اي حاجة تعمل ولا ما يحسش؟ لا، ما يعني البيسنج اللي مثلا لو انا مثلا ركبته ولقيت البيسنج ثريشولد بتاعه 1، يعني اقل حاجه بتعمل سيميليشن 1، ممكن بعد اسبوعين الاقي البيسنج ثريشولد ده زاد بقى 1.5 او 2. مش هيحس، مش مش هيضرب، مش هيعمل ديبولاريزيشن، هيبيس لكن ما يديش. بالظبط. وهو عاده في البيس ميكر اول 6 اسابيع بنخلي الاوتبوت زي ما هو، اللي هو اعلى من البيسنج ثريشولد بلارج سيفتي مارج، بلارج سيفتي مارج، يعني بنخليه مثلا 4.8 فولت. بالظبط.
بالظبط، دي برضو نقطة مهمة. ما دي بتتحدد على حسب انا بقى وانا بركب، ان انا اركب بالظبط واعمل اعمله تيستينج ديورنج امبلانتيشن. ده بيحصل في الناس اللي هم المايوباثيك او اللي عندهم الار في ديسبيزيا او الفايبروزس في الار في، فممكن احط الليد في مكان البيسنج ثريشولد بتاعه اصلا عالي، فوقتها لا انا اغير الليد واحطه في مكان تاني واشوف الاحسن بيسنج ثريشولد ايه، لان كل ما قلل البيسنج ثريشولد او كل ما قلل البيسنج اوتبوت طبعا ده بيوفر لي في البطاريه. بالظبط. طيب حاجه تانية بتاثر على البيسنج ثريشولد، ان في ادويه ممكن تاثر على البيسنج ثريشولد. يعني ايه؟ يعني لو انا العيان ماشي على كوردرون، وارد ان ممكن احتاج بيسنج ثريشولد عالي شويه او احتاج بيسنج اوتبوت عالي شويه. بروبافينون بيزود البيسنج ثريشولد، السوتالول بيزود البيسنج ثريشولد. في حاجات بوسيبلي يعني مش شور ان هي بتزود البيسنج ثريشولد، زي البيتا بلوكرز، زي الليدوكين، زي الكينيدين. وفي حاجات بتقلل البيسنج ثريشولد، اللي هي زي الاتروبين، زي الابينفرين، زي الايزوبروترينول، زي الكورتيكوستيرويدز. وزي ما احنا عارفين الليدز اللي هي ستيرويد الليوتينج دي بتساعد على تقليل الانفلاميشن، فدي يعني عن طريقها بتقلل البيسنج ثريشولد. طيب يبقى قلنا البيسنج ثريشولد اوتبوت بروجرامينج از بروبابلي ذا موست امبورتنت اسبيكت اوف بروجرامينج. اللي ما بيعرفش يعمل بروجرامينج للبيس ميكر ومجرد بس عمل البيسنج ثريشولد فهو عمل نص الشغلانه تقريبا، لان هو البيسنج ثريشولد ده اهم حاجه بالنسبه لنا، لان هو ده البيسنج، ده الفانكشنال مين اساسيه اللي هي البيسنج. قلنا الديفينيشن بتاع البيسنج ثريشولد هو المينيمم اوتبوت ات ويتش ذا مايوكارديوم كونسيستنتلي كابتشرد اوتسايد اوف اتس ريفراكتوري بيريد. انا هدفي من البيسنج ثريشولد تيستينج حاجتين. اول حاجه ان انا اطمن ان في ريلايبل كابتشر، يعني اطمن ان على طول في كابتشر من البيس ميكر، عن طريق ان انا بعمل سيفتي مارجن. ويستحسن السيفتي مارجن ده يتعمل، احنا قلنا البيسنج فيه اتنين بارامترز، الفولتج والديوريشن. عاده انا بثبت البلس ديوريشن، عاده يعني التغيير واللعب بيبقى في الفولتج، بزوده او بقلله او كده، فبدي سيفتي مارجن في الفولتج يطمني على ان انا في consistent capture. فده عن طريق البيسنج ثريشولد تيستينج. حاجة تانية ان انا العكس بقى، ان انا مديش output زيادة عن اللزوم. يعني انا لو مثلا البيسنج ثريشولد بتاعي كويس وحلو واحد مثلا، ليه ادي 4 ملي فولت او 5 فولت بيسنج؟ ليه مديش السيفتي مارجن اللي تطمني ان في كابتشر، بس في نفس الوقت اقلل من الجهد اللي بتطلعه البطاريه. فتظبيط البيسنج ثريشولد وتظبيط البيسنج اوتبوت عليه، بناء عليه، هيساعدني في ان انا احافظ على البطاريه واديها عمر اطول. لان احنا هنقول دلوقتي ان احنا بندي سيفتي مارجن معين، فليه نتخطاه؟ في طريقتين لحساب البيسنج ثريشولد. الطريقه الاولانيه ان انا اثبت البلس ويث وقلل الفولتج، والطريقه الثانيه ان انا اثبت الفولتج واقلل البلس ويث. احنا بنفضل ان احنا نثبت البلس ويث ونقلل الفولتج. مثلا البيس ميكر بيبيس اصلا، هو احنا جايين نبرمج البيشن، البيس ميكر بيبيس اصلا على 4 ملي فولت، سوري 4 فولت على نص ملي سكند. هبتدي انزل البيسنج اوتبوت 3 2.5 بي بيس، 1.5 بي بيس، 1 عمل بيسنج بس ما حصلش كابتشر. يبقى هنا بيكابتشر، هنا بيكابتشر، هنا بيكابتشر، هنا مفيش كابتشر. يبقى الثريشولد بتاعي اهو. يعني ايه؟ يعني اخر حاجه عملت كابتشر، ده هو البيسنج ثريشولد. لا لسه احنا لسه ما اتكلمناش، هنقول السيفتي مارجن ايه، لكن طريقه حساب الثريشولد هو ان انا اولا طبعا لازم اقول له برضو افهم البيشنت هيعمل ايه. بيريودكلي لوور ذا تيست فاليو، يعني انا ببتدي بثلاثة بنزل 2.5 بيسنج، بنزل 2 بيسنج، بنزل 1.5 بيسنج،
بنزل واحد وربع بيسنج، بنزل واحد ما حصلش كابتشر، يبقى البيسنج ثريشولد بتاعي في الاكزامبل ده واحد وربع، لان الواحد ما حصلش فيه كابتشر، يبقى الواحد ده لا، انا البيس المينيمم عمل لي كونسيستنت مايوكارديال اكتيفيشن هو الواحد وربع، ده اسمه البيسنج ثريشولد بتاع البيشنت ده، بيسنج ثريشولد. طيب انا بقى هظبط البيسنج اوتبوت على كام؟ بدي سيفتي مارجن عاده بن مالتيبلاي باي 2، عاده بن مالتيبلاي باي 2 قوي. تاني دلوقتي انا مثلا البيس ميكر اللي هو بيبيس اصلا على 3.5 او 4 فولت خلاص، فانا هبتدي اعمل تيست ان انا هقلل البيسنج اوتبوت، هو بيبيس على 3 وكويس قدامي وكومبلكس كويس وكابتشرنج وكل حاجه. طيب قللته بقيت خليته 2.5، بيكابتشر ولا لا؟ بيكابتشر. نزلت الاثنين بيكابتشر، نزلت الواحد ونص بيكابتشر، نزلت الواحد وربع بيكابتشر، نزلت الواحد لما كان بيبيس على واحد حصل فيلير اوف كابتشر، يبقى البيسنج ثريشولد بتاعي واحد وربع، لان انا باي ديفينيشن البيسنج ثريشولد ده از ذا مينيمم اوتبوت ذات كوزز كونسيستنت مايوكارديال اكتيفيشن. فاخر حاجه كانت بتعمل بيسنج كونسيستنت من غير ما تعمل فيلير اوف كابتشر كان واحد وربع. اوكي موافق؟ لا، واحد كابتشر هنا، واحد اتنين تلاتة، والرابعة وقعت او الرابعة ما جاتش في، فمش كونسيستنت. يبقى بستنى كذا بيت. اه بالظبط، بعمل تلاتة او اربعة او خمسة، وده بيبقى اوبشن في البروجرامر، يعني انا اللي بختار على حسب انا بحب اعمل ايه، لكن عادة يعني اربعة خمسة بيتس لازم على الاقل. يعني ما هو الواحد ما حصلش فيه كابتشر. اه مش كونسيستنت، يعني واحدة اتنين تلاتة والرابعة ما عملتش كابتشر، اذا مش الثريشولد مش واحد، يبقى الثريشولد كام؟ واحد وربع. طيب لقيت اضربها في اتنين فتبقى البيسنج اوتبوت اللي هقول للبيس ميكر يضرب عليه، بس بشرط ان البيسنج اوتبوت ما يقلش عن 2.5 فولت. بمعنى ان انا لو لقيت مثلا البيسنج ثريشولد بتاعي 0.8 فولت هظبطه على 2.5، مش بقى 1.6، لا 1.6 دي از انسيف، اقل حاجه 2.5. لكن لو مثلا طلع معايا البيسنج ثريشولد 1.5 هظبط الاوتبوت على 3. تمام، يبقى انا بالكاسيفتي مارجن هو مفيش رول محدده، بس ده الكونسنسس، احنا اتفق على ان يتعمل السيفتي مارجن ملتيبلاينج الامبليتيود او البيسنج ثريشولد باي 2، بحيث ما يقلش، بس بحيث ما يقلش عن 2.5. ما هو 2.5 اقل حاجه، ما هو ده مفيد في الحالات اللي البيسنج ثريشولد بتاعها قليل. بمعنى ان انا لو لقيت البيسنج ثريشولد بتاعي 0.1 فخليته 2.5، ده اقل مجهود، بالعكس ده مفيد ليا عشان ده هيحافظ لي على جهد البطاريه. لكن لو مثلا لقيت البيسنج ثريشولد بتاعي 2 فهضطر ادي اوتبوت 4 ده هيأثر لي في عمر البطاريه، هيكونسيوم الباتري. في طريقه تانية ان احنا بنملتيبلاي البلس ويث باي 3، يعني انا مثلا ده لو انا قست بالبلس ويث، ما انا برضو البلس ويث بيتعمل له ديكريمنتيشن، دي طريقه تانية لقياس البيسنج، ان انا مثلا بثبت البيسنج امبليتيود مثبت على 3 مثلا خلاص، وبقلل البلس ويث. البلس ويث ممكن من اول 1.5 ملي سكند لغايه 0.1 ملي سكند، ممكن اعمل بيسنج على كده، دي البارامترز. فانا بنزل 1.5، 1.4، 1.3، 1.2، 1.1، 1 عاده يعني الدنيا بيحصل لوس على 0.5 لكن مفيش حاجه ثابته. فانا لقيت مثلا البلس ويث بتاعي الثريشولد على 0.5 ملي سكند فخليها 1.5 ملي سكند، لكن احنا نفضل الطريقه بتاعه الامبليتيود ثريشولد، ان انا اثبت البلس ويث والتست يبقى للبيسنج ثريشولد والسيفتي مارجن يبقى عن طريق
البيسنج تنشن والبلس ويت ثابت. في بعض الاحوال البيسنج ثريشولد بالنسبه لي ما يبقاش مرضي, يبقى عالي وانا عايز اسيف الباتري, فبحاول اعمل كومبرومايز شويه. بمعنى ايه؟ ان انا طيب دلوقتي انا قست على نص ملي سكند, طب ما اقيس البيسنج ثريشولد على 0.75 ملي سكند واشوف الموقف ايه. هل البيسنج ثريشولد بتاعي هيقل قوي؟ لان ممكن انا اقيس مثلا الاقي الثريشولد 3 فولت على نص ملي سكند, ولما اجي اقيس على 0.75 ملي سكند الاقي الثريشولد ده من 3 نزل 1, اقول لا خلاص يبقى انا اخليه بقى كده, يبقى انا اظبط واعمل بيسنج على 0.75 ملي سكند. انا بقيس بكذا طريقه, يعني اقيس النص ملي فولت, اقيس النص ملي سكند, اقيس ال 0.75 ملي سكند, اقيس ال 1 ملي سكند. ده في حالات ان انا الاقي البيسنج ثريشولد عالي, فبحاول اشوف ايه اللي ممكن يتعمل. هل لو زودت شويه البلس ديوريشن هل يحسن لي ثريشولد بيسنج ثريشولد ولا لا؟ انا بوازن بالبروجرامينج وبناء عليه بقرر ان انا هخلي البيس ميكر يبيس على اوتبوت معين ببلس ديوريشن معين. يبقى زي ما احنا قلنا في السنسنج ان احنا بنقيس السنسنج ثريشولد وبنقيس الار ويف والبي ويف, وبناء عليه بنقيس وبناء عليه بنحدد السنسيتيفيتي بتاعت الجهاز. نفس القصه بنعملها في البيسنج, بنقيس البيسنج ثريشولد وبناء عليه بنحدد البيسنج اوتبوت. طيب في بيشنز بقى احنا قلنا السيفتي مارجن بنملتبلاي الثريشولد في 2. في ناس ببقى عايز اعلي السيفتي مارجن شويه, زي مين؟ زي العيانين الديبندنت على البيس ميكر. العيانين الديبندنت على البيس ميكر انا ما اقدرش العب فيهم كتير, لان لو حصل فيهم مشكله خلاص يعني ممكن يحصل بيز لاين, فدول ما افضلش ان انا احط فيهم ريسك عالي. يعني ما يبقاش البيسنج ثريشولد 1.25 وانا اقول لا ده خلاص ملتيبلايد باي 2 يبقى 2.5 وخلاص, لا يعني لازم يبقى فيه فلكسبيليتي شويه في الناس الهاي ريسك. بيشنت ديبندنت على البيس ميكر لو حصل اي مشكله هينزل بيز لاين, لا دي ازودها شويه اخليها 3, ازود السيفتي مارجن شويه. مين تاني احب ازود السيفتي مارجن؟ البيشنتس اللي ماشيين على ميديكيشنز اللي بتعلي البيسنج ثريشولد, زي ما قلنا الكوردرون, زي ما قلنا البروبافينون, زي ما قلنا السوتالول. الادويه دي بتعلي البيسنج ثريشولد شويه, فندي سيفتي مارجن اعلى شويه. العيانين اللي هم على دياليسيس او المعرضين لميتابوليك ابنورماليتيز برضو, دول الالكترولايت امبالانس ممكن ياثر على البيسنج ثريشولد, ف احب اريح نفسي بلارجر سيفتي مارجن عشان ابقى مطمن وابقى انشورينج ريلايبل كابتشر اول ذا تايم. اوكي, لان زي ما احنا قلنا انا اهم حاجه عندي حاجتين, انشور ريلايبل كابتشر مهم قوي, وماكسمايز بلس جنريت لونجيفيتي. يعني انا عندي هدفين من البيسنج ثريشولد, ان انا اطمن ان هو ريلايبلي كابتش بي كابتشر اول ذا تايم, وفي نفس الوقت احاول اطول في عمر البطاريه بما لا يتعارض مع الهدف الاول. ما يبقاش على حساب بقى ان انا ايه يعني اطول عمر البطاريه واثر واقلل يعني الكابتشر, لا انا عايز الهدفين في نفس الوقت. اوكي, نتكلم بقى على البيسنج مودز. البيسنج مودز يتم رمزها بثلاثة لترز, بنرمز بالرقم بالحرف الاولاني باسم الشيمبر اللي بيتعمل فيه بيسنج, الشيمبر بيست. الحرف الثاني الشيمبر سنسد, يعني ايه الشيمبر اللي بيتحس, ده الحرف الثاني. الحرف الثالث المود اوف ريسبونس, يعني ايه؟ يعني انا لما حسيت ايه اللي حصل, ده الحرف الثالث. مثلا هناخد مثال لاشهر حاجه, اشهر بيس ميكر اللي هو الفي في اي, في في اي. الفي الاولانيه معناها ان الشيمبر اللي بيست هو الفنتركل, الفي الثانيه معناها ان الشيمبر السنسد هو الفنتركل, الاي معناها ان لما هو حس الفنتركل حصل انهيبيشن. يعني ايه انهيبيشن؟ يعني انهيبيشن للبيسنج, يعني هو حس انترنسيك فما ضربش, ده الانهيبيشن.
في حاجه تانية اسمها تريجرد. يعني ايه تريجرد؟ يعني بس دي مش في السنجل تشيمبر, يعني اكتر في الديول تشيمبر, وهنتكلم عليها بالتفصيل. تريجرنج يعني حس حاجه فضرب بناء عليها, يعني حس اتريوم فضرب فنتريكل. فده مثلا الفي في اي, في في اي الحرف الاولاني التشيمبر اللي بنعمله بيسنج, الحرف الثاني التشيمبر اللي بيتحس او السنسد, الحرف الثالث بناء على السنس ده ريسبونس للسنسد. تمام. طيب الفي في اي يعني فنتريكولر بيسنج وفنتريكولر سنسنج وانهيبيشن اوف فنتريكولر بيسنج لو حس فنتريكولر امبلس. انا عاده لما انا ببرمج الفي في اي مثلا ببرمجه على ريت 60 بيت بير مينيت مثلا. ال 60 بيت بير مينيت دي يعني تساوي بحساب الملي سكندز 1000 ملي سكند. فالبيس ميكر بيعمل ايه؟ احنا قلنا لو هو حس مش هيضرب. فالبيس ميكر يدي ضربه بيسنج ويستنى 1000 ملي سكند. ده الريت بتاعه 1000 ملي سكند. لو في خلال ال 1000 ملي سكند ما حسش هيضرب هو تاني ويفضل كده يدي 1000 ملي سكند. ما هو ده الريت بتاعه اللي هو 60 بيت بير مينيت. 1000 ملي سكند ما حسش حاجه يضرب, 1000 ملي سكند ما حسش حاجه يضرب, 1000 ملي سكند. لو في خلال ال 1000 ملي سكند حس فنتريكولر ايفنت او انترنسيك ايفنت خلاص مش هيضرب. لا لا ما في, لا هو دي بقى هنخش هنتكلم عليها بقى في الديول تشيمبر. ده قصه طويله الريفراكتوري بيريدز والكلام ده كله. لا هو بيدي 100 ملي سكند بعد البيسي. لا قصه تانية. انا في فتره طبعا دي بقى يعني دي مش موجوده دلوقتي في 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 اي, لكن هنتكلم عليها في الديول تشيمبر بقى بالتفصيل. لان احنا انت عندك هنا سنجل تشيمبر فهو مش هيغلط, لكن المشكله في الديول تشيمبر ان ممكن ليدي يحس حاجه ليدي يضرب والتاني يحسه, فالسنسنج هنا وممكن يحس بالعكس. فدي لسه هنخش عليها في الديول تشيمبر, لكن ما بيحصلش كده في 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 اي ابدا. طيب معنى كده ايه؟ لو انا ظابط البيس ميكر الفي في اي على ريت 60 بيت بير مينيت يبقى هو عمره ما هيقل عن ال 60. البيس ميكر او الهارت ريت بتاع البيشنت عمره ما هيقل عن ال 60, لكن ممكن يزيد. ممكن يزيد. لو العيان ده عنده انترنسيك ريت على ريت 70 البيس ميكر مش هيضرب, لانه طول ما هو بيضرب البيس ميكر حاسس فما بيضربش, فهو ماشي على 70 مثلا او 75. يبقى الفنتريكولر ريت will never be slower than the programmed anti-bradycardia rate اللي انا ظبطه عليه, اللي هو مثلا في المثال بتاعنا ده 60 عمره ما هيقل عن 60. ده يعني as long as انه شغال كويس يعني عمره ما هيقل عن 60, لكن ممكن يزيد لو عنده intrinsic rhythm. فهيزيد طالما البيس ميكر بيحس كويس يبقى هيحس الانترنسيك ريتم بتاعه, فالبيس ميكر مش هيضرب وهيمشي بالانترنسيك ريتم بتاع البيشنت نفسه. اوكي بالظبط. ما هو لو هو عنده انترنسيك ريتم اسرع يبقى البيت هتطلع ابدر في فتره ابدر من نهايه ال 1000 ملي سكند فمش هيضرب. طيب المود الثاني للسنجل تشامبر بيس ميكرز اللي هو الاي اي اي مود, نفس الفكره بتاعت الفي في اي بس على الاتريال تشامبرز. يعمل اتريال بيسنج, ده الحرف الاولاني. الحرف الثاني اتريال سنسنج يعني بيحس اتريوم. الحرف الثالث انهبيتد يعني لو حس حاجه في الاتريوم مش هيدي اتريوم مش هيدي بيسنج. لو حس حاجه في الاتريوم لو حس اتريال ايفنت مش هيدي بيسنج. نفس الفكره. ما هو ما هو احنا اتكلمنا على البيزك فانكشنز بتاعت البيس ميكر اللي هو البيسنج والسنسنج, واتفقنا ان مفيش لا غنى عن الاثنين, لان السنسنج مهم عشان بالظبط ما عملش بيسنج على الفاضي او ما عملش بيسنج في وقت هو عنده انترنسيك ريتم. فطالما السنسنج كويس وانا اي تيستد السنسنج كابابيلتيز اوف ذا بيس ميكر ولقيتها كويس, فانا خلاص لقيتها كويس يبقى انا خلاص مطمن انه هيسنس. يبقى معنى كده ان لو في اتريال ايفنت هيحسها فبناء عليه مش هيضرب. تمام. ما هو سنجل تشامبر فهي الليد في تشامبر واحد, فهو التشامبر اللي هيحسه هو اللي هيعمل له بيسنج.
فالاي اي زيه زي بالظبط زي الفي في اي، بس مع الفرق الاتريال اكتيفيتي بدل الفنتريكل اكتيفيتي. ادي الاي اي اي، وزي ما قلنا مقارنه بالفي في اي السنسيتيفيتي بتاعه البيس ميكر لازم الرقم يقل. ليه؟ عشان البي ويف اصغر من الار ويف، فطبيعي ان انا عايز احس بي ويف فعايز احسها حاجه اصغر، فلازم اقلل سنسيتيفيتي شويه. اوكي طيب، ماذا يحدث لو حطيت ماجنت على البيس ميكر على البطاريه؟ في واحد بيقول مش هيسنس، واحد بيقول مش هيدي خالص. مش هيدي خالص يا راجل، مفيش مشكله. بص بقى، هيتقلب المود لحاجه اسمها في او او. يعني ايه في او او؟ تعال نفصصها. الفي الاولانيه فنتريكولار بيسي، يعني هو هيضرب فنتريكل. الاو يعني مفيش سنسنج، وبالتالي مفيش ريسبونس للسنسنج اللي هي الاو الثالثه. هيبقى في او او بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو يفضل يعمل فنتريكولار بيسنج من غير ما يحس اي حاجه خالص، يعني وهو مغمض كده هيفضل يعمل بيسنج 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 بيسنج. في بقى انترنسك ريذم، مفيش انترنسك ريذم، في كيو ار اس، مفيش، هيفضل هو يضرب اعمى مش شايف اي حاجه خالص. ده الفي او او، ده اللي بيحصل لما نحط ماجنت على البيس ميكر. زي ما انت شايف هنا، ادي قبل ما نحط الماجنت هو كيو ار اس كومبلكس عادي خالص وعنده انترنسك ريذم وكل حاجه. حطيت الماجنت ضرب هو لوحده، حتى لو في انترنسك ريذم بس هو بيضرب، هو مش شايف، مفيش سنسنج خالص. تمام، ده الايفكت بتاع الماجنت، بيبقى اسمه في او او. هيضرب، مش هيتوقف عن ان هو يبيس، لكن هيضرب من غير ما يسنس تماما، هيفضل يضرب وهو مش شايف اي حاجه خالص. ريت بروجرامد اللي هو 60 بالديفولت بالظبط، حتى بنسميه اسينكرونس كومبيتيتيف بيسينج. كومبيتيتيف يعني هو بيكومبيت مع الانترنسك ريزم بتاعه، لو ملوش دعوه بالانترنسك ريزم هو بيضرب وملوش دعوه باي حاجه. يبقى هايبيس الفنتركل وذ فيكست بري بروجرامد لوور ريت انترفل اللي هو عاده ال 60 اللي هو متبرمج عليه، اجنورينج اني انترنسك ريزم تاني. والبيسينج سبايكس ويل اوكر ات ريجولار فيكست انترفلز ريجاردلس اوف وذر في كيو ار اس قبل، في كيو ار اس ديورنج، في كيو ار اس بعد البيسنج سبايك، هو ملوش دعوه، هو بيضرب ومش شايف قدامه زي القطر، ملوش دعوه باي حاجه. لا مفيش سنسنج خالص، مش ان احنا معلين السنسيتيفيتي، هو مش شايف، انا مش مديله فرصه اصلا يشوف. لو معلين السنسيتيفيتي على المثال بتاعك انت بتشبه بحاجه، انا فاهم قصدك ايه، بس في فرق ان ده لو حاجه عاليه هيشوفها لو في يعني، لكن هو مش شايف اي حاجه. اللي هو البريك بروجرام اللي هو عاده بيبقى 60. ما هو لا ما بيبقاش اسرع، ما بيبقاش اسرع، بيبقى هو البيزك اللور ريت اللي هو 60. ما هو انا هو الرقم مش ثابت، بس هو عادة بيبقى 60، عادة بيبقى 60، لكن هو بيبقى رقم ثابت في كل جهاز. تمام طيب، الاي او او نفس المود برضو، لو انا حطيت البطاريه الماجنت على جهاز اي 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 هيقلب اي او، يعني هيفضل يدري اتريال بيسنج من غير ما يبقى شايف، من غير ما يبقى سنسنج، من غير ما يبقى اي حاجه خالص، ولو في اي اتريال ايفنت مش هيحسها اصلا. طيب كل البيس ميكرز لازم يتعمل لها بروجرامينج في اوقات معينه، عشان رقم واحد تو اوبتمايز، رقم اتنين نكتشف اي مشكله. اي بيس ميكر عشان نطمن ان هو انشورينج اوبتيمال فانكشننج لازم اعمله بروجرامينج. فائده البروجرامينج ان انا to detect and diagnose correct any abnormality، لو في اي حاجه abnormal هكتشفها واظبطها. فائده البروجرامينج ان انا اطول عمر البطاريه بقدر الامكان بما لا يتعارض مع normal function of the pacemaker. فائده البروجرامينج ان انا لو البطاريه دي قربت تخلص
وزي ما قلنا في حاجه اسمها الاي ار اي اللي هي الالكتيف ريبليسمنت اندكس او انترفل، وقتها بحتاج ان انا اغير البطاريه. اي او ال ده الاند اوف لايف، لكن في اللي هو الاي ار اي اللي هو الالكتيف ريبليسمنت اللي هو لو في خلال 3 شهور لازم اغير، لكن الاي او ال ده ايمرجنسي لازم. تمام. كبيس ميكر بروجرامينج او تيستينج المين ايتمز اربع حاجات: البطاريه، بشوف الباتري فولتج، وقلنا نورمال من 2.8 فولت دي البطاريه الجديده النورمال، لو اقل من كده وبنشوف الاي او ال او الاي ار اي، بنقيس الليد، بنشوف ايه في الليد، الليد امبيدنس، بنشوف البيسينج ثريشولد، وبنشوف السنسينج ثريشولد، واتكلمنا عليهم بالتفصيل. دول الفور مين ايتمز اللي في البروجرامينج بتاع البيس ميكر او في الفولو اب. طب بنعمل فولو اب او بروجرامينج للبيس ميكر كل قد ايه؟ الروتين ان احنا بنعمله اول لما البيس ميكر يركب، اول لما البيشنت يركب بيس ميكر قبل ما يخرج المفروض ان احنا نعمله بروجرامينج، وبعد كده بيرجع لنا بعد 6 اسابيع ونعمل له ريبروجرامينج تاني عشان نتست البيسينج ثريشولد، وزي ما قلنا حته البيسينج ثريشولد اللي بيعلى نتيجه الانفلاميشن والفايبروزز وبيرجع تاني. فعاده في الوقت ده في الايرلي بوست امبلانتيشن تايم بنحتاج هاير بيسينج ثريشولدز، او بيبقى في هاي بيسينج ثريشولد، فبحتاج بيسينج اوتبوت اعلى شويه عشان الاديمه اللي حوالين الليد. بعد كده عاده البيسينج ثريشولد ده بيقل، فبجيبه تاني بعد 3 شهور عشان اريبروجرام تاني، ولو البيسينج ثريشولد قل وهو المتوقع هقلل البيسينج اوتبوت شويه. At that time the output is reduced accordingly with the desired safety margin for that patient. 6 اسابيع، 3 شهور، 6 شهور. وبعد كده هيبقى سيريلي وانس بير يير في العيانين السنجل تشامبر، وتوايس في العيانين اللي هما ديول تشامبر بيس ميكر. وهنتكلم على ديول تشامبر بيس ميكر في المحاضره اللي جايه.